أسباب ترويجنا إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان بث مباشر فيديو أو ترويج بضاعة عن طريق الصور والأسعار. أولا حالة الركود اللي بتشهدها المنطقة ككل، الأردن بشكل عام، وتحديدا احنا قرى، في القرى لسه حالة الركود أكثر منها في المدن. احنا هون بدنا نعرف المواطنين المجاورين أهل القرية أنه موجود محل ألبسة في هاي المنطقة عنده البضاعة الفلانية، بنعرض أنواع بعض صور البضائع بعض أسعارها، بنعرف المواطنين المجاورين أهل القرية أنه عندكم محل في ملابس كذا كذا وأشكالها وأنواعها. احنا عملنا الصفحة هاي لأنه كان في ركود في المبيعات، والصفحة هاي بتعمل أن احنا يعني جذب للزبائن. احنا بننزل مثلا اسبوعي تشكيل، الزبون بده يعرف شو في عندنا اليوم، شو في عندنا، ما شو في عندنا بضاعه، هل هي البضاعه بتناسب له، هل هي اسعارها مناسبه، بده يشوف في عروض عندنا. احنا بننزل عروض على هذه الصفحه، والزبون بيختار، يعني بيحكي معنا تليفون انه انا بدي، انتم عاملين عرض اليوم على شيء معين من البضاعه، انا بدي اياه، اذا سعره مناسب انا باخذه. يعني اذا انه سعره مش مناسب بقول لي انا والله ما بقدر اني اجي، اذا مسافه من بعيده. احنا بتواصلوا معنا من الشوبك، بتواصلوا معنا من القرى المجاوره، من معان بتواصلوا معنا جماعه، وبيعرفوا ان الاسعار يعني لما بنعمل عروض بتكون ممتازه. والصفحه هاي فعلا يعني جابت لنا زبائن، يعني كان عندنا زبائن، واحنا زبائننا اليوم يعني كثرت مع هاي الصفحه اللي عملناها، والحمد لله يعني مبيعات ممتازه وأمور ممتازة جدا. أنا لولا الفيسبوك يعني ما عرفت المحل ولا عرفت المحلات. فالمحل بيعمل كثير عروض حلوة وخدمة للزبائن، ولولا الفيسبوك صراحة أنا ما عرفته. وبيوفروا علينا كثير نحن كزبائن لما بيعملوا بث مباشر، يعني بيوفروا، بنشوف الأغراض اللي لازمنا مثلا، بنسأل على سعره، وأنا كشخصيا بتسوق يعني وين السلعة الأرخص إلي بجي لعندها. ويعني صراحة الحمد لله كل شيء موفر على طريق الفيسبوك.